السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا ماكيتا كونكريت بلينر PC5001C. دي أداة قشط مخصصة لتسوية الأسطح الخرسانية بدون مياه. قدرة المقشطة اللي معانا النهاردة 1400 واط. عندنا قطر عجلة الجلف 125 ملي 5 بوصة. عندنا السرعة بدون حمل بتصل إلى 10,000 لفة في الدقيقة. وزن الجهاز اللي معانا النهاردة 5 كيلو و100 جرام، وسعر الجهاز حوالي 1028 دولار. من ضمن المواصفات عندنا سرعة ثابتة، وعندنا بداية سلسة، وعندنا فتحة لخروج الغبار، وعندنا عزل ثنائي من الداخل. من ضمن الملحقات عندنا مفتاح حلقي، وعندنا مفتاح سداسي، وعندنا كيس لجمع الغبار، وبيجي بشنطة زي ما حضراتكم شايفين. خلونا بقى نشغل الجهاز بتاعنا كده مع بعض ونشوف. زي ما حضراتكم شايفين دي المقشطة بتاعتنا. عندنا عجلة مسية 5 بوصة بتيجي مع الجهاز. عندنا فتحة لخروج الغبار. كمان عندنا يد عليها طبقة من المطاط لمزيد من التحكم والراحة. وعندنا بقرة لتوجيه المقشطة. كمان الجهاز بتاعنا فيه لمبة، طبعا لما بيحصل حمل زايد على المقشطة اللمبة دي طبعا بتدي لك انذار وبتنور طبعا عشان تحمي الموتور بتاع المقشطة. عندنا هنا زناد التشغيل، خلونا نشغل كده مع بعض ونشوف. عندنا جهاز قوي، وعندنا بداية سلسة، وعندنا سرعة ثابتة، والجهاز بتاعنا طبعا مهم جدا لتنظيف الأسطح الخرسانية والحوائط الخرسانية. فعندنا محرك قوي باستطاعة 1400 واط يؤمن عملية تسوية فعالة، وعندنا وظيفة منع إعادة التشغيل، ويمكن إزالة الزوايد الموجودة في الزوايا، وعندنا محدد للتيار الكهربي لحماية المحرك من الحمل الزايد. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتظرونا في فيديو جديد ومعدة جديدة ومعلومة جديدة في الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفكم على خير.